يستمر سباق الفضاء بين العملاقين الروسي والأمريكي كواحد من أهم مجالات التنافس بين موسكو وواشنطن. وها هي روسيا تعود للسباق من جديد بإنجاز مختلف يحمل هذه المرة صبغة فنية. فقد حطت كبسولة الفضاء الروسية على الأرض حاملة على متنها أول طاقم تصوير من محطة الفضاء الدولية، ويعد الطاقم الروسي الأول من نوعه الذي تمكن من تصوير مشاهد فيلم خيالي من الفضاء. فلمن يكون السبق في عالم الفضاء؟ مستقبل السينما يشهد تحولاً مع عودة أول طاقم تصوير روسي إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية. الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبيانكو يحطان بأمان في سهوب كازاخستان بعد رحلة دامت 3.5 ساعات في كبسولة فضاء يقودها رائد الفضاء المخضرم أليغ نافيتسكي. وكان الطاقم الروسي قد انطلق إلى الفضاء في 5 أكتوبر لتصوير مشاهد من أول فيلم خيالي يصور هناك بعنوان التحدي. وترتكز قصة الفيلم على الطبيبة الشابة التي تسافر إلى الفضاء لإجراء عملية جراحية لأحد الرواد، في هذه الحالة نافيتسكي. وبعد 12 يوماً من التصوير قرر الطاقم الروسي العودة إلى الأرض في رحلة ستوثق لتضاف إلى الفيلم لاحقاً، مما سيمهد الطريق لصناعة جديدة من السينما. ليس ذلك فحسب، بل سيفوز الطاقم الروسي بالسباق للتصوير بالفضاء، وسيكون قد سبق تصوير فيلم المهمة المستحيلة الأمريكي الذي تم الإعلان عنه ليصور في المحطة مع دعم كل من الناسا وشركة سبيس أكس التابعة لرجل الأعمال الجنوب أفريقي إيلون ماسك. معنا من عمان أستاذ فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني. أهلا بك سيد طعاني. يعني سابقة هي الأولى تاريخيا أن يتم تصوير فيلم في الفضاء. من الناحية العلمية ما الذي ينبغي توفره من أجل إتمام مهمة كهذه حتى نفهم أكثر الموضوع؟ شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. نعم، عاد بالفعل الطاقم السينمائي الروسي بنجاح بعد أن أمضى حوالي 12 يوما على محطة الفضاء الدولية بتصوير الفيلم، حيث مكث هناك ما يقارب من تصوير مشاهد من 30 إلى 40 دقيقة، وهذا جاء بعد سلسلة من الاختبارات العلمية الناجحة التي تبنتها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس لمجموعة من الممثلين، بطلة الفيلم والمخرج، حيث كما هو معروف مدة كانت هناك تدريبات لا تقل عن مدة 2 شهر بموضوع التغيرات الفسيولوجية الموجودة من الضغط والحرارة ودقات القلب وغير ذلك، كيف هناك يعني تصرف الإنسان عند ارتفاع معين، وكذلك من التدريبات الفسيولوجية التي تبناها طاقم الفريق. وما يعني الرسالة التي الآن ترسلها وكالة الفضاء الروسية هنا أكثر من رسالة. الرسالة الأولى هي موضوع التحدي، والتحدي هناك على صعيد الإنجازات غير العلمية في موضوع السياحة الفضائية التي سبقتها ناسا وسبيس إكس، وبالتالي هنا تفتح موضوع تصوير الفضائي أو التصوير السينمائي، حيث اليوم عادت روسيا كأول دولة تعملت على تصوير أول فيلم روائي طويل فضائي، وبالتالي تعيد أمجادها بعد حوالي 6 عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا. نعم، وإرسال نعم. أول رائد طيب فضاء. طيب يا دكتور، كما هو معروف يعني الطاقم الفني في النهاية ليس رواد فضاء. يعني ما مدى صعوبة تحضير طاقم للذهاب إلى الفضاء وتصوير يعني فيلم، مشاهد من فيلم على ما يبدو؟ نعم، تكنولوجيا الفضاء أصبحت الآن بسيطة وميسرة، وبدليل ذلك الأسبوع الماضي شهدنا بأكبر رائد فضاء ويليام شاتنر، كان عمره 90 عاما، يعني أصبح الآن أكبر رائد فضاء بعد انطلاق بشركة بلو أوريجين. وبالتالي موضوع السياحة الفضائية أصبحت تختار هناك أناس عاديين، وقبل بفترة كانت هناك رائدة فضاء تبلغ من عمر 82 عاما مع أصغر رائد فضاء بعمر 18 عاما، وبالتالي هناك تدريبات لا تقل عن مدة 2 شهر مثل ما سبقت، هناك تدريبات في موضوع التسلق، تدريبات على السيطرة، وإن كان هناك يعني الآن كل شيء مؤتمت على محطة الفضاء الأرضية، وبالتالي هذا سيفتح كثير من الأبواب في مجالين. هناك الآن التنافس في بابين، السياحة الفضائية
باب الأثرياء لإقضاء فترة من الوقت في موضوع تجارب انعدام تجربة انعدام الوزن واختيار بعض الأثرياء فيها وموضوع التجربة السينمائية الفضائية. وبالتالي هذا هنا سيدخل أو سيفتح الباب على مصراعيه بالذات في لمحطة لوكالة الفضاء الروسية. وبالتالي هدفها من هذا الموضوع فتح الاستثمار للقطاع الخاص. تبني الآن روسكوسموس هي تتبنى سياسة فتح الأبواب وإنهاء الاحتكار التي تبنته في العقود السابقة. ستتبنى ما تبنته ناسا مع سبيس إكس أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي وداعم لها في تكنولوجيا الفضاء. وبالتالي هذا ما سيقود لها. أيضا تلميع صورة وكالة الفضاء الروسية، خصوصا هناك تقارير تشير أن مجموعة من الفضاء من الفساد الإداري ومن الأعطال. وبالتالي هدفها من هذه تلميع صورتها بعد غياب أكثر من 6 قرون كما أسلفت على إرسال أول رائد فضاء وارسال يوري جاجارين وارسال اول قمر اصطناعي وارسال اول حيوان ايضا الى الفضاء واول رائده فضاء. فتريد ان تعيد امجادها الان، تعيد امجادها بعد هذه 6 عقود من خلال التصوير السينمائي الفضائي كما سبقتها ناسا. اشكرك دكتور علي الطعاني، استاذ فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعه البلقاء التطبيقيه، شكرا.